مع الإمام سيف بن سلطان بن سيف اليعربي المعروف بقيد الأرض، المعروف بقيد الأرض رضوان الله تعالى عليه ورحمة الله تتنزل على ضريحه المبارك. هذا الإمام العظيم الذي له دور كبير جدا أيها الإخوة الكرام في توطيد الأمن، في توطيد العلاقات كذلك الخارجية لسلطنة عمان في دولة اليعاربة. فقيد الأرض من الأئمة العدول رحمة الله تعالى عليه، وكانت إمامته 18 عاما، 18 سنة كانت إمامة الإمام قيد الأرض. ماذا قدم الإمام قيد الأرض رحمة الله عليه الإمام سيف بن سلطان بن سيف اليعربي الأول، لأنه في واحد ثاني أيضا الإمام سيف بن سلطان الثاني، فهذا الأول المعروف بقيد الأرض. فلذلك ماذا قدم لنا وماذا ترك لنا من بصمة إيجابية حول أمجاد الغبيراء بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا الإمام في عهده، في عهد الإمام سيف بن سلطان، في عهد الإمام سيف بن سلطان اليعربي قيد الأرض، أعد المؤرخون الأوروبيون الدولة الرابعة من الدول العظمى اللي هي سلطنة عمان. يعني في عهده عدت سلطنة عمان من الدول العظمى في العالم، ومركزها الرقم الرابع. صورت مكانتها، صورت عظمة البلاد، المركز الرابع عدها الأوروبيون هكذا. أيضا له أسطول بحري كبير قيد الأرض، توجه به إلى الهند ثم إلى أفريقيا، بلغ أسطوله 24 مركبا، وأسماها لها أسماء، سفنه وأساطيل لها أسماء. من أسمائها، من أساطيل السفن، أسماءها كعب والناصري والوافي والملك والفلك، وفي السفينة المسمى الملك فيها 80 مدفعا. فيها كم مدفع؟ 80 مدفع. صورت كبرها، كيف كبرها كانت؟ 80 مدفع، ما سهلة، صح ولا ما صح؟ هذه من أسمائها. أيضا بنى قلعة في بومباي بالهند، بنى قلعة في بومباي بالهند، ويقال أن هذه القلعة موجودة إلى اليوم. كيف بناها في الهند؟ بسبب ما قدمه الإمام قيد الأرض للهند، بل للمحيط الهندي بأكمله، من أمن وأمان حول موضوع القراصنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا تابع البرتغاليين وأخرجهم من مدن ساحل شرق إفريقيا، خرج البرتغاليين من لف عمان وبس حتى واصلين شرق إفريقيا. هو ما كفاهنا وبس، قال قوم نخرجهم من عمان، لا، تبعهم من شرق إفريقيا وخرجهم أيضا من شرق إفريقيا. وأيضا وهناك قلعة في شرق إفريقيا أخذها في منباسة، قلعة كانت للبرتغاليين، استحلها الإمام سيف بن سلطان قيد الأرض رحمة الله تعالى عليه. توفي الإمام قيد الأرض سيف بن سلطان ليلة الجمعة 3 من شعبان عام 1123 هجري، 1711 ميلادي، ودفن ببيت القرن بولاية الرستاق، وضريحه لا زال موجود وعليه قبة كبيرة كذا جميلة يعني رحمة الله تعالى عليه. مثل هذه الشخصيات ألا نفتخر بها؟ ألا نعلمها أبناءنا؟ ألا نذكرها دائما في مجالسنا ونوادينا أيها الإخوة الكرام؟ مثل هذه الإنجازات العظيمة، لما واحد فينا يسافر إلى شرق إفريقيا أو يروح منباسة أو يروح الهند ويقول لهم في بومباي، يقول لهم أنا أجدادي بنوا لكم قلعة في بومباي، بنتها اليد العمانية، هذا فخر ولا ما فخر لنا؟ عظيم من عظماء الإنجازات العمانية.